هنالك ثلاث أنواع من اللقاحات الفعالة لمكافحة الكوفيد 19. موديرنا، فايزر وجونسون أند جونسون لقاحات فعالة 100% للحماية من الدخول إلى المستشفى أو تشكيل خطورة على حياة الإنسان. موديرنا وفايزر تقدم على جرعتين، أما جونسون أند جونسون تقدم على جرعة واحدة. موديرنا وجونسون يقدمان لمن هم في سن 18 أو أكبر، فايزر موافق عليه لمن هو في عمر 16 أو أكبر. جميع اللقاحات آمنة وتم التجارب عليها. من الطبيعي الشعور بالألم أو التورم في موقع اللقاح، لهذا السبب قد يشعر بعض الناس بالأعراض الإضافية كالصداع والحرارة والخمول وآلام في الجسم. لا يمكن للقاح أن يغير الجينات الوراثية في الجسم، بل يعرف الجسم على الفيروس ليؤهل النظام المناعي لمحاربة هذا الفيروس والتعريف عليه. حتى بعد أخذ اللقاح يجب الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة وغسل الأيدي حتى نتمكن من مكافحة هذه الجائحة. معاً نستطيع القضاء على فيروس كوفيد-19.